مقام أبو ركاب يقع في بلدة عرمتة في جنوب لبنان، ويرتفع حوالي 1300 متر عن سطح البحر. ويروى أن أبو ركاب هو ولي صالح عاش في زمن الاضطهاد، فهرب إلى هذا الجبل بيد أنه كان كثير الصعود والنزول من الجبل حتى تورمت قدماه، فراح يصعد على ركبتيه، فسماه الناس أبو الركب أو أبو ركاب. المقام عبارة عن بناء قديم جدا، وهو عبارة عن غرفة داخلها القبر وباحة صغيرة. الطريق إلى هذا المقام وعرة ولكنها جميلة جدا، تطالعك أثناء المسير المناظر الخلابة والجبال الشامخة، وترى كثافة أشجار الصنوبر والبلوط والزعرور. يقصد العديد من الناس هذا المكان تبركا بمقام الولي، حيث اشتهر بأن النذور عنده لا تخيب أبداً.